الصحة يعني تغذية. طب الجمال، هل الجمال عبارة عن ماسكات وكريمات وكلها حاجات خارجية كده بنحطها على بشرتنا، ولا مرتبطة ارتباط مباشر بالتغذية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي سلوى شلبي، قناتي اسمها قناة ماما مملكة. يشرفني إن أنا أشترك بالفيديو دوت لموقع بودكاست إريبيا بمناسبة أسبوع يوتيوب المرأة العربية، وإن شاء الله دي مساهمة مني في مجال الصحة والجمال. إيه علاقة الصحة والجمال بالتغذية الصحيحة؟ وطبعا المثلث دوت الصحة والجمال والتغذية الصحيحة يساوي مرأة جميلة. عايزين النهاردة نتكلم على التغذية السليمة وعلاقتها بالصحة بشكل عام وبالمرأة بشكل خاص. ليه المرأة؟ المرأة عصب المجتمع، المرأة أساس البيت، المرأة بحكم دورها البيولوجي والأساسي في الخليقة اللي هي امرأة، أم، حامل، مرضع، شابة صغيرة، في كل مراحلها بتحتاج لعناية خاصة بتغذيتها واهتمامها بصحتها. فأنا حابة أوضح العلاقة بين الصحة والجمال وارتباطهم بالتغذية السليمة. الصحة يعني تغذية. طب الجمال، هل الجمال عبارة عن ماسكات وكريمات وكلها حاجات خارجية كده بنحطها على بشرتنا، ولا مرتبطة ارتباط مباشر بالتغذية؟ طبعا الإجابة أيوة، مرتبطة بالتغذية ارتباط مباشر. الجمال مرتبط بالتغذية. كل مرحلة من عمرنا بنحتاج اهتمام اكتر بغذائنا، بصحتنا، برشاقتنا، بكمية المأكولات المفيدة والفيتامينات اللي احنا محتاجينها، بداية من مرحلة الشباب. طبعا احنا اولا الكلام عن المرأة لأن الموضوع يخص المرأة العربية والمرأة بشكل عام، لكن الاهتمام بالمرأة بينصب على دورها البيولوجي، يعني البنوتة الصغننة بتوصل لسن المراهقة تبتدي جسمها يبقى الهرمونات تبتدي تشتغل وتتكون، والغدد تبتدي تفرز الحاجات الخاصة بالمرحلة العمرية دي. يبقى البنت في السن ده محتاجة غذاء خاص بيها، محتاجة فيتامينات وخضروات وبروتين وفاتس وحاجات مناسبة للمرحلة دي. وياريت يبقى في وعي بان احنا نبتعد ونبعد اولادنا عن مصنعات اللحوم والمأكولات اللي فيها مواد حافظة والحاجات اللي فيها ألوان صناعية، لأن ده فعلا على المدى البعيد بيأثر قوي على شبابنا سواء بنات أو صبيان. فطبعا مرحلة الشباب زي ما قلنا البنت بيبتدي جسمها يتكون كأنثى وكتجهيز لدورها اللي في الحياة اللي هي الحمل والولادة والرضاعة، وبالتالي لازم أهتم بأكلها. طيب احد مشاكل الشباب في السن دوت او البنات حب الشباب. حب الشباب بيظهر على بشرة البنات نتيجة نشاط الهرمونات اللي موجودة في جسمها، ونتيجة كمان بعض المأكولات زي ما قلنا الاكل الغير صحي او الجانكي فود او اللي هي الوجبات الجاهزة اللي بتبقى في المحلات برا، وبالتالي انا لازم اهتم بغذاء بنتي من وهي في سن صغير. بالنسبة لمشكلة حب الشباب، طبعا احنا مش هنقدر
يعني نتخلص منها نهائي، لان زي ما قلنا فيها جزء يعني حاجات وراثية وجزء مسؤول عنه التغذية. فاحنا عشان نقلل على الاقل حجم المشاكل اللي بيسببها حب الشباب، لازم اهتم بالتغذية السليمة، والبنات في السن دوت محتاجة فيتامينات ألف وب وأوميجا 3 والزنك وكل الفيتامينات وكالسيوم، كل الفيتامينات المسؤولة عن بناء الخلايا، وتكون هي الخط الدفاع ضد الميكروبات اللي بتسببها أو اللي بتتسبب في تفاقم مشكلة حب الشباب. خلونا نتفق على إن البشرة النضرة والجلد الصحي الخالي من حب الشباب والبثور والبقع الغامقة والتجاعيد حلم كل فتاة وكل سيدة. وحيث إن نضارة البشرة مرتبطة ارتباط وثيق بالتغذية المناسبة، طبعا العوامل الوراثية عليها عامل كبير، لكن في برضو جزء لا يستهان به داخل في عاداتنا في الأكل أو اختيارنا للمكونات الغذائية اللي احنا بناكلها. عزيزتي المرأة، الجمال مش رفاهية، الجمال أساس الحياة، الجمال يساوي صحة، الصحة والجمال مع بعض يجوا بالتغذية السليمة. أتمنى أكون ضيفة خفيفة على بودكاست أريبيا، ويا رب يعني أكون وفقت في الفكرة اللي أنا شاركت بيها وقدرت أوصلها لكم، وأتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.